فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يأتي بقنوت النوازل قبل أن يركع فهل فعله مشروع؟ نعم لا بأس، لكن الأولى أن يكون بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، هذا هو الأولى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا فيه من يرى أنه يقنت قبل الركوع. نعم.